بيبدأ فيلمنا مع جينكارو رئيس المافيا اللي بيكون بيكلم بنت بتشتغل معاه، ولكنه فجأة بيقول لرجالته يقتلوها، وبنعرف ان هو اكتشف انها جاسوسة من الشرطة، وان طريقته في قتل الجواسيس ان هو بيحطهم في حفرة وبيدفنهم احياء. وبعد كده بنروح لجاكي اللي بيكون بيشتغل في برنامج طبخ على التلفزيون، وبالليل بنشوف ان جينكارو بيهزق فرد من عصابته علشان اتنصب عليه من بنت اسمها ايميلي في عصابة اسمها عصابة الشيطان، وبنعرف ان ايميلي سرقت منه الممنوعات اللي كانت تخص عصابة جينكارو، فبيقول له فرد العصابة ان بعد ما البنت سرقت شنطة الممنوعات كلمته وقالت ليه انهم يجوا ليه علشان يرجعوا ليهم الشنطة، وفعلا بتيجي العصابة، وبنشوف ان رئيس العصابة بيقول لجينكارو لو عايز الممنوعات بتاعتك ترجع لك ادفع، فبيتعصب عليه جينكارو لانه سرق منه البضاعه وكمان عايز فلوس، فبيضرب نار عليه وبيقتله. وبنشوف ان في عركه كبيره بتحصل ما بين العصابتين، ولكن اثناء الخناقه بيلاحظ جينكارو صحفيه ومصور بيصوروا اللي بيحصل، فبيقول جينكارو لرجالته يجيبوهم لانهم كده يكشفوا تخفيه كرجل اعمال. وبنشوف ان العصابه اللي مع الممنوعات بتهرب من المكان، والصحفيه بتحاول تجري مع المصور ريتشارد، ولكن ريتشارد بيتضرب بالنار فبتهرب ديانا بشريط الفيديو، فبيقول جينكارو لرجالته يجيبوا للصحفيه بأي طريقة، وفعلا رجالة العصابة بيكونوا هيمسكوها، ولكن بيتصادف في الوقت ده وجود جاكي في المكان، ومش بيبقى عارف ليه الرجالة عايزين يقبضوا على البنت، ولكنه بيساعدها وبيحاول يضرب العصابة. ولما بيقدر يهرب معاه المكان امن بيقول لها تروح في جهه وهو يروح في جهه، وفعلا بيعملوا كده، وبيلاقي جاكي برضو ان رجال العصابه بيجروا وراه لانهم فاكرينه صديق ديانا، فبيكمل جاكي في الهروب وبيروح لعربه ايس كريم عند راجل جدع وبيقول له يخبيه، وفعلا البياع بيكون قد المسؤوليه. فبيكمل جاكي في الجري وبيضرب اخر اتنين بيطاردوه، وبيركب عربية وبيهرب، ولكن بيطلع ان في شخص من العصابة عارف ان جاكي طباخ ومشهور. وبنرجع لديانا اللي بتكون لسه بتهرب، وبتشوف ان جاكي بيجي ليها بالسيارة، فبتركب معاه وبيهربوا تماما من العصابة، وبتشكره ديانا على انقاذها، وبتكون عارفة ان هو مقدم برنامج طبخ، وبيتعرفوا على بعض وبيوصلها جاكي لبيتها. وبعد كده بنشوف ان جاكي بيرجع بيته وبيسلم على مرات اخوه لاكيشا واخوه روميو اللي بيكون ظابط، وبنشوف ان هو لأولاد أخوه شرايط برنامج الطبخ بتاعه، ولكننا بنتفاجئ لما بنشوف إن شريط الفيديو بيكون بيساعد يانا اللي مصوراه لجينكارو وعصابته، بس محدش بيكون شايف الشريط غير الأطفال، وفي الوقت ده بتشوف ديانا الشريط اللي معاها وبتتفاجئ إن هو شريط برنامج طبخ جاكي، وبنعرف إن شرايطهم اتبدلت مع بعض، وساعتها بيرن جرس بيتها وبيقولها المصور ريتشارد تفتح الباب، وفعلا بتعمل كده، ولكنها بتتصدم إن العصابة ضربت ريتشارد لحد ما اعترف على مكانها، وبيكونوا هيقتلوها بس بيسيبوها لما بيعرف ان شريط الفيديو مش هو الشريط المطلوب، فبيهددوها علشان تقول لهم فين الشريط الاصلي، فبتعرفهم ديانا ان هو مع الشخص اللي انقذها، وبيقولوا ليها الرجاله انها هتوديهم ليه، وفعلا بيفضلوا يمشوها قدامهم في الشارع، بس بتقدر ديانا انها تشتتهم وبتقول للناس انها مخطوفه وبتقدر تجري وبتهرب منهم. ولما بنرجع لجاكي بنلاقيه بيقول للاكيشا مرات اخوه توديه المطار لانه عايز يستقبل خطيبته ميكي، وفعلا لاكيشا بتوافق، وفي الوقت ده بيقول روميو ولاولاده يجوا له علشان يروحوا بيتهم، فبياخد سوني شريط ديانا في شنطته انهم فكروا فيلم اكشن. وبعد كده بنروح لعصابة الشيطان اللي بيتأكدوا ان الرئيس بتاعهم مات، وبنعرف ان هم متضايقين جدا من جينكارو وعايزين ينتقموا منه. وبنرجع لجاكي اللي بيكون في المطار، وبتيجي لميكي وبيستقبلها وبيعرفها ان هو عنده عرض طبخ في مكان معين وبياخدها معاه وبيبدأ العرض. وبنعرف في الوقت ده ان العصابة بتاعت جينكارو جملي وانهم عرفوا المكان اللي هو بيصور فيه بسبب انه مشهور، وبيكونوا عصابة الشيطان موجودين هم كمان لانهم يتعقبوا عصابة جينكارو وعايزين يقتلوهم. وبنشوف ان رجال جينكارو بيسألوا جاكي على الشريط، ولكنه مش بيبقى عارف هم قصدهم عليه، وبيضربهم كلهم وبيحاول يهرب مع ميكي، وفعلا بيركبوا عربية كار وبيفضل يتعارك جاكي مع العصابة وبيهرب منهم في الاخر. وبنشوف ان عصابة الشيطان بيعرفوا من رجال جينكارو هم عايزين جاكي علشان ايه. وبعد كده بترجع لاكيشا لبيت جاكي، ولكنها بتلاقي ان ديانا بتدور على الشريط فبتفكرها حرامية وبتحاول تضربها، بس جاكي وميكي بيجوا وبيقول جاكي لديانا ان كل اللي بيحصل ليه بسببها، فبتفهمه ديانا هي اللي عايزه الفيديو وان عليه محتويات مهمة ممكن تثبت فساد اكبر رجل اعمال في امريكا، بس جيكي بيقول لها تمشي من البيت علشان ما تتسببش ليه مشاكل اكتر، بس ديانا بتدخل تاني البيت وبتقول انها شافت عصابه بتطلع العماره وشكلهم عايزين يقتلوها، وفعلا جيكي بيشوفهم فبيهرب لاكيشا وديانا من بيته. وبنشوف ان عصابه الشيطان بيفجروا بيت جيكي تماما علشان يدمروا الشريط اللي فيه وما يكونش فيه اي دليل يدخلوهم السجن.
وبعد كده بيكون كل من جاكي وديانا ولاكيشا عند ضابط رومي واخو جاكي، وبيحكي ليه جاكي على اللي حصل وانه مش عارف هيبات فين. فبتقول لاكيشا ان عندها بيت كانت بتسكن فيه قبل ما تتجوز روميو، وبتقول لجاكي وخطيبته استقروا فيه. وفي الوقت ده بيكون جانكارو وشركائه متضايقين جدا بسبب وجود شريط يقدر يدخلهم كلهم السجن، وبيقول جانكارو لافراد عصابته يجيبوا ليه الشريط باي طريقه. وبالليل بيكون جاكي في بيت لاكيشا مع ميكي اللي بتكون متضايقه ان من اول ما هي وصلت امريكا وكل حاجه بتحصل لها سيئه. فبيقول لها جاكي ان كل حاجه هتتحسن، وبنشوف ان عصابه الشيطان في الوقت ده بيقتحموا البيت وبيهددوا جاكي علشان يديهم الشريط، ولكنه بيكون مش عارف مكانه وبيشوفوا ان الشرطه وصلت البيت. فبياخدوا ميكي كراهينه وبيدي فرد العصابه موبايل لجاكي علشان يتواصلوا معاه ويديهم الشريط وياخد ميكي. وفعلا تاني يوم بيتصلوا بجاكي اللي بيكون معرف اخوه ان خطيبته اتخطفت، وبتفضل الشرطه تتعقب الاتصال. وفعلا عصابه الشيطان بيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه، وبنشوف ان الشرطه لازقين في جاكي، وده اللي بيعرف العصابه ان في كمين وبيهربوا بميكي. فبيحاول جاكي يطاردهم بس هما بيهربوا منه، وبيهزق الشرطه على غبائهم وبيقول ليهم ان هو هيجيب ميكي لوحده ومش هيعتمد عليهم. واثناء ما بيمشي مع ديانا ولاكيشا بتجيله العصابه وبتخطفه هو كمان في السياره وبيضربوه، بس جاكي بيقدر يشد فرامل اليد وبيضربهم كلهم. ولما بيسأل شخص فين خطيبته بيعرفوا فرد العصابة مكانها، ولما بتيجي الشرطة بيقبضوا على جاكي بس اخوه روميو بيخلوهم يسيبوه. وبعد كده بتجيله ديانا ولاكيشا وبيوصلوه للمكان اللي قالوا فرد العصابة عليه، وفعلا بيوصل هناك وبيدخل لوحده المكان، وبنشوف ان هو بيتعارك مع رجال العصابة وبيفضل يسألهم على مكان ميكي. وفي الوقت ده بنشوف ان رجال جينكارو بيوصلوا لنفس المكان وبيقدروا يلاقوا ميكي، وبيسأل جينكارو ايميلي على مكان الممنوعات اللي سرقوها منه، وفعلا بتجاوبه. ولما بيلاقوها الرجالة بيقول لهم جينكارو يقتلوها، بس ايميلي بتكون قوية وبتقدر تهرب منهم، وبيبقى فاضل لجينكارو شريط الفيديو اللي ممكن يفضحه، ولكنه مش بيلاقيه. فبياخد ميكي ولاكيش علشان يبتز بيهم جاكي، وبيعرف من ميكي ان اكيد جاكي في الدور اللي فوق. فبيطلعوا رجاله جينكارو ليه وبيتعارك جاكي معاهم، ولكنهم بيتمكنوا منه وبياخدوا جينكارو في سيارته. وبتشوف ايميل ان جاكي اتمسك من العصابه، وفي الوقت ده بيروح لروميو اللي بيتفاجئ وبيلاقي ابنه بيتفرج على الشريط اللي يثبت ان الرجل اللي عمل جينكارو فاسد ورئيس المافيا. وبيجي لروميو اتصال من الشغل بيقولوا ليه ان في فرد عصابه عايزه تعترف ليك بحاجه. ولما بيروح الشغل بتقول له ايميلي انها كانت في عصابه وقررت تبعد عنهم، وبتقول له على اللي حصل لجاكي وانه اتخطف من رجاله جينكارو. فبيعرف منها روميو انها كده اخوه في الفيلا بتاع جينكارو. ولما بنروح للفيلا بتاع جينكارو بنلاقيه خاطف جاكي وميكي ولاكيشا، وبيفضل يساله على الشريط ولكنه بيكون مش عارف، فبيفضل جينكارو يضربه. وبنرجع لروميو اللي مع النقيب جاك وفي طريقهم لفيلا جينكارو، وبنعرف من كلامهم ان روميو ادى الشريط للقاضي وانهم هيبعتوا قوه للقبض على جينكارو قريب. وفي الوقت ده بنشوف ان جاكي بيقدر بذكائه ان هو يرد الضربات اللي اتضربها لجينكارو مع انه مربوط. وبيقول الراجل من رجال جينكارو ليه ان في ضابط ونقيب جايين للفيلا، فبيقول لهم جينكارو يودوا جاكي وميكي ولاكيشا للمكان اللي بيدفنوا فيه الجواسيس، وفعلا بيودوهم هناك. بس جاكي بيقدر يضرب رجال جينكارو وبينقذ لاكيشا وميكي، بس في شخص راكب بلدوزر بيجي وبيخبط عربيته وبيكون هيقتله، بس جاكي بيقدر يخرج من العربيه وبيركب البلدوزر. وبنرجع لروميو اللي بيوصل فيلا جينكارو وبيساله على جاكي، بس جينكارو بيقول له ان مفيش حد هنا بالاسم ده وبيطرده. ولما بيمشوا من المكان بيلاحظ جاك بلدوزر راكبه جاكي، وبيكون روميو فرحان جدا ان اخوه بخير. وبيقدر جاكي اللي مع لاكيشا وميكي ان هم يقتحموا فيلا جينكارو ويدمروا ليه كل ممتلكاته. وبنشوف ان رجاله جينكارو بيهربوا من المكان، وساعتها بيرجع روميو وجاك، بس بعد ما قرر القبض على جينكارو بيتم اصداره وبيقبضوا عليه هو ورجالته. وبالشكل ده بيكون جاكي قدر يتخلص من الرجل اللي بيطارده.